بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الثانية، البرنامج العام النهاردة إن شاء الله هنكمل بقى. إحنا شرحنا المحاضرة اللي فاتت، شرحنا الهيم سينسز، هنتكلم في المحاضرة دي والمحاضرة اللي بعديها على الانهيريتد ديس أوردر ريليتد للهيم سينسز. في اتنين ديس أوردرز، أحد الديس أوردر ده سبيسيفيك أو خاص بالهيم اللي هو الهيم ستراكشر، واللي هو السنس ده هنتكلم عليه في المحاضره اللي بعد دي، اللي هو له ريليشن بيه اللي هو الجلوبال مولكيولز اللي هو ماسك مع الهيم عشان يكون الهيموجلوبين خاصه بيه. فنبدا المحاضره الاولى اللي هي خاصه اللي احنا بنسميها البورفيريا زي ما اتعودنا. هنيجي نتكلم عن البورفيريا. وات از ذا مينينج باي بورفيريا؟ بورفيريا ار كوز باي انهيريتد، يبقى هنا ايه انهيريتد، يبقى سببها اما يكون انهيريتد، عشان كده بقول ايه ريليتد انهيريتد ديس اوردرز او ديزيز ار انهيريتد كوز باي انهيريتد occasionally acquired، يعني rarely بيكون acquired، لكن في الغالب كلها الماجوريتي بتاعتها بتكون inherited. فين ده؟ defect في الهيم سينسز، يبقى ده احد الانهيرتد ديزيز اللي هي ريليتد ليه، اللي هو ليه في defect هنا في الهيم سينسز. سببها ايه لما يحصل فيه defect في الهيم سينسز؟ resulting in accumulation and increase excretion of porphyrins or porphyrin precursors اللي احنا خدناها في المحاضره بتاعت الهيم سينسز دي. تاني يبقى الديفينيشن بتاع البورفيريا، بورفيريا ار كوز باي انهيرتد ديفكت اوكيجنالي او ريرلي بيكون اكواير في الهيم سينسز. نتيجتها ايه الحمليه دي؟ نتيجتها بيحصل اكيوميليشن تراكم اند انكريز اكسكريشن اوف بورفيرين اير بورفيرين بريكيرسر ان ذا يورين. دي الديفينيشن بتاع البورفيريا. طيب البورفيريا لو جينا نقسمها ايه الكلاسيفيكيشن بتاعتها؟ بيقسموها تبع ايه؟ تبع ايه الكلاسيفيكيشن دي؟ حسب اللي هو الويزر ذا انزيم ديفيشنسي اوكير. طيب لو الانزيم ديفيشنسي ده في الريد بلاد سيلز، موجود في الريد بلاد سيل او يمكن يكون موجود في الليفر، يبقى ديبيندينج اون ذا ويزر ذا انزيم ديفيشنسي اوكيرز ان ذا ريد بلاد سيل اور ذا ليفر، ذا بورفيريا كان بي كلاسيفايد انتو اريثروبايوتيك، من اسمها ريد بلاد سيل يبقى اريثروبايوتيك بورفيريا. النوع الثاني بنسميه الهيباتيك بورفيريا، يبقى الانزيم ديفيشنسي هنا موجود فين؟ موجود في الليفر. يبقى دي اللي هو الايه؟ التو بوينت بتوع الكلاسيفيكيشن الاساسيين الكبار دول، خلاص؟ طيب هنا ملحوظه، هنا كل انواع البورفيريا اللي هنقولها دلوقتي كلها ما عدا الكونجينيتال اريثروبايوتيك بورفيريا اللي هي خاصه نوع من الاريثروبايوتيك بورفيريا دي، كلها تبقى عباره عن جنرال ريسيسيف ديزيز، خلاص؟ يعني هنا كلها ما عدا اللي هو الايه؟ الكونجينيتال اريثروبايوتيك بورفيريا. وأول بورفيريا ار انهيرت زي ما قلت في الاول كلها انهيرتد، ولكن ريلي انواع قليله جدا بكون هنا ايه؟ اكواير از اوتوسومال دومينانت ديس اوردر. يبقى دي بس ملحوظه حبينا نقولها في اول ايه؟ في اول هنا بس زي ما قلنا اكوردنج تو ذا انزيم ديفيشنسي اوكي، سواء كان في الريثروسايت او كان في الهيباتيك. البورفيريا بصفه عامه هي ريثروسيتيك او هيباتيك، ريثروبايوتيك يعني هنا الانزيم ديفيشنسي موجود في الار بي سيز او البون مارسيل. هنا الانزيم ديفيشنت اللي هو خاص بالريثروسايت، اما في الهيباتيك بورفيريا الانزيم ديفيك بيكون فين؟ موجود فين؟ موجود في الليفر سيل زي ما قلت في اول ايه؟ في أول. طب نيجي للسلايد دي بتاع السلايد ده بوضح برضك الكلاسيكيشن لسه قايلينه في الديفينيشن، مع الماجورتي بتاعتها بتكون ايه؟ هيرديتري وريرلي بيكون ايه؟ اكواير، تمام كده؟ عشان كده الايه البورفيريا في الهيرديتر ده منها ريستروبايوتيك، يبقى الانزيم ديفيشنسي موجود في الاستوسايت، اما في الليفر بنسميها الهيباتيك بورفيريا. الهيباتيك بورفيريا بقى دي في منها انواع ثلاثه اساسيين هنتكلم عليهم، اللي هي الايه؟ بيسموها الاكويت انترميتنت او انترميتنت اكويت بورفيريا. النوع الثاني بنسميه بورفيريا كيوتينا تاردا، هتلاقيها خاصه بالسين وكده، والنوع الثالث اسمه اللي هو الايه؟ الفيرجيت بورفيريا، اللي هي الميكسد او الكومبايند تايب بين الاثنين دول. يبقى هنا دي اللي هي الايه؟ الجنرال كلاسيفيكيشن، يبقى هنا كلها بيكون هيرديتري وريرلي بيكون اكواير، وبقسم هيرديتري حسب الانزيم ديفيشنسي اوكير، سواء كان في الاستوسايد بنسميها ريسوبايتيك بورفيريا، او في الهيباتيك بنسميها هيباتيك بورفيريا، والهيباتيك منها الاكيوت انترميتنت او البورفيريا كيوتينا تاردا او الفيرجيت بورفيريا. نتكلم على الكلينيكال مانيفستيشن بتاعه البورفيريا اللي هو سواء كان اريثروبايتيك او سواء كان هيباتيك بورفيريا بصفه عامه. دي مجموعه اعراض للاثنين مع بعضيهم، جنرالي حطيناها مع بعضيهم عشان ما تلخبطش. الكلينيكال مانيفستيشن بتاعتها بيكون في ابدومينال بين، رقم واحد في ابدومينال بين، رقم اثنين اميونوساكاتريك ديستربنس، يعني في اضطرابات في الايه؟ في الايه؟ الناحيه الايه؟ النفسيه بتاعه هذا الايه؟ هذا الطفل او هذا البيشنت. لسببها ايه ده؟ سبب الابدومينال بين والنيوروساكاتريك ديستربنس راجع ليه؟ راجع للاكيوميليشن بتاع اللي هو الدلتا امينو ليفيرونيك اسيد اللي احنا خدناه في اول ايه؟ اول ستيبس في الهيم سينسز، اند بورفوبايلينجين اللي هو البريكيرسر بتاع كل البورفين دريفتيف، شاتش از ايه؟ دي بتحصل فين؟ في حاله الاكيوت. يبقى الابدومينال بين والنيوروساكاتريك ديستربنس دول نتيجه الاكيوميليشن بتاعت الاي ل اي اند بورفوبالينج ده بتتم كاركترستيك كلينيكال سيمتومز في حاله الاكيوت انترميتنت بورفيريا.
الاكيوت انترميتنت بورفيريا. اوكي يبقى دي اول حاجه اللي هي الايه بالنسبه لي اللي هو الايه اللي هي تبع الهيباتيك اللي هي تعتبر هيباتيك اللي هي الاكوت هيباتيك بورفيريا بنسميها الاكوت انترميت. طيب في الانديفيدوال لما في من ضمن الاعراض في فوتو سنسيتيفيتي اللي هي الايه تلاقي فيها عنده حساسيه ضد الضوء بيحصل فيه حاجات في الجلد بتاعه نتيجه للتعرض لهذا الضوء. ايه الحاجات دي؟ تلاقي في سكن اتش تلاقي معمت هاند اتشنج على الهرش وبينس في هنا في هنا فقفيق كده زي الحروق تلاقي الجلد بتاعه محروق. امتى بيحصل الفوتوسنسيتيفيتي ده اللي هي الاتشنج وبينس؟ لما بتعرض ليه للفيزابل لايت. ليه؟ نتيجه للاكيوميليشن اوف تترا تترا بايرول انترميديت اللي هو كل الانترميديت برودكت بتاعت الهيمسنس ديت لما نتيجه للاكيوميليشن بتاعتها واحنا قلنا في الديفينيشن لما بيحصل بيها يتعرض للضوء ده يحصل عمليه البيرنس ويحصل عمليه اللي هو الايه السكين اتشنج اللي هي في السكين بتاعت اللي هو الايه بتاعت هذا البيش. يبقى في ابدومينال بين ونيوروسايكاتريك سببها اكيوميليشن في ال اي ان بورفوبيلوجين اللي بيحصل في حاله الاكوت وفي فوتو سنسيتيفيتي في حاله الاكيوميليشن بتاعت التترا هيدرو ايم. عشان كده قلنا في الديفينيشن ايه اللي هو الانترميديت نتيجه الدلتا اكيوميليشن اند اند بورفين ايه الديريفيتيف اللي هي حصل لها اكيوميليشن ومن هنا جت ايه. طب بعد كده هنا السيمبتومز اللي بتظهر دي اللي بتظهر دي ايه سببها؟ ايه سبب اللي هو الفوتو سنسيتيفيتي بيحصل بيرنس وبيحصل فيه سكين اتشنج وبيحصل فيه اللي هي الايه الابدومنا بين ويسكاتريك ده؟ قال لك ان السيمبتومز دي غالبا راجعه للبورفين ميديتد فورميشن اوف سوبر اوكسيد راديكالز. نتيجة الاكيوميليشن بتاعت البورفين ده بيؤدي الى تكوين السوبر اوكسيد راديكال فروم ذا اوكسجين. خلاص البودي ودي تعتبر ايه فير هارمفول سوبر دي هارم الجسم مش قادر يتخلص منها فبيحصل لها اكيوميليشن. يبقى هذه الرياكتيف اوكسجين سبيسيز ديت تعمل اوكسيديتيف للدمج للممبرين بتاع الايه بتاع الخلايا وبالتالي بيؤدي الى ريليز لي اللي هو ديستركتيف انزايم اوف فروم ذا لايزوزوم اللي هي بتؤدي لايه اللي هي في النهايه خالص بتؤدي في حاله الفوتوسنسيتيفيتي اللي بتعمل ديستركشن للسيلر كومبوننت بتاعه الايه بتاعه الجلد والحاجات دي كلها فبتؤدي الى فوتوسنسيتيفيتي. دي سبب اللي هو البيرنس والايتشنج اللي بيحصل في السكن اثناء التعرض ليه اللي هو الايه الفيزابل لايت وحته الفوتوسنسيتيفيتي. ليه سببها ايه؟ نتيجه ليه اللي هو الايه البرودكشن اوف سوبر اوكسيد راديكال اللي هي من الاوكسجين ده اللي هي نتيجه ايه سببها؟ دي بتعمل ايه؟ بتعمل اوكسيد دامج للممبرين وبالتالي بتؤدي للريليز ديستركتيف انزايم من اللايزوم وده اللي هي سبب اللي هو الايه سبب الفوتوسنسيتيفيتي اللي بيحصل في حاله اللي هي الايه في حاله الاكيوت انترميتنت. هنا الرسمه دي بتوضح بقى اللي هو الايه الكوزس والميجر ساينز والسيمبتومز في الايه نفس الوقت. يعني هنا لما حصل في انهيرتد ديس اوردرز بيحصل في الهيم بيحصل ايه؟ بيحصل ابنورماليتيز في الانزيم بتاعت الهيم سينسز. خلاص يبقى هنا في انهيرتد ديزيز هنا يبقى الانزيم هنا في مشكله بيحصل هنا تو باس واي هنا اما يحصل اكيوميليشن زي ما قلت في الديفينيشن للامينو ليفرونيك اسيد والبورفوبيلينجين اللي هو الايه البريكيرسر او الحاجات الانترميديت في حاله الستبس بتاعت البايسنت الهيم او يحصل اكيوميليشن للبورفو اللي هو البورفو البورفيرينجين في السكين نفسه والتيشو. طب لو حصل اكيوميليشن للدلتا امينو ليفرونيك اسيد اند بورفوبيلينجين او الاثنين مع بعضيهم خلاص كده وبالتالي ان ايه ان الهيم سينسز ده هيقل لان حصل هنا الرياكشن بعد كده الانزيمات مش شغاله فبيحصل هنا ايه بيحصل في ديكريس في الهيم اكيوميليشن في الخلايا والبودي فلويد وبالتالي نتيجه التراكم بتاع الاثنين دول يؤدي الى النيوروسايكاتريك ساينز او سيمبتومز اللي احنا قلناها في ايه في حاله الاعراض العامه. طيب الخطوه رقم 2 بقى الباثوجينيس الثانيه بقى الاكيوميليشن بتاعه البورفوبايلينوجين او البورفيرينوجين ده واللي هو يعتبر البريكيرسر بتاع كل البورفين دريفتيف دوت لما يحصل كونيشن في السكين والتيشو يؤدي الى ايه سبونتينيوس اوكسيديشن يتاكسد دايركتلي خلاص ومما يحصل له اكسده بقى يديني هو سبب الاعراض بتاعه الفوتوسنسيتيفيتي اللي احنا قلنا عليها نتيجه اللي هو الايه السوبر اوكسيد راديكال اللي بيطلع ده وبعمل ديستراكشن للزوما الانزيم وبالتالي بيؤدي ريليز بتاعه الايه اللي هي الايه الخلايا الدمج بتاع الخلايا وبيؤدي الى ايه الى البيرنس واللي هو الايه والسكين راشز او السكين بيرنس والايتشنج اللي بتحصل اثناء الفوتوسنسيتيفيتي. دي اللي هو سبب الايه سبب الاعراض اللي بتظهر على اللي هو الايه. طيب نيجي نتكلم بقى على كل واحد ده الطيب بقى بتاعت اللي هو الايه البورفيريا رقم واحد هنا عندنا اللي هو الكرونيك بورفيريا اللي احنا بنسميها ايه بورفيريا كيوتينا تاردا يبقى ات ذا موست كومن بورفيريا دي هي الايه الموست كومن وان اللي هي البورفيريا ده وده تعتبر اللي هو الايه كرونيك ديزيز في ايه في الليفر اند ايرثرويد تيشو يعني ماسكه الاثنين مع بعضيهم واسوشيتد مع ديفيشن بتاعت الانزيم اسمه ايه؟ اسمه يورو بورفيرينجين هيدريكاربوكسيز انزيم.
يورو بورفيريا بسبب الانزيم بتاعها، لان كل نوع من البورفيريا هنا له انزيم ديفيشنسي. فحاله الكرونيك بورفيريا او البورفيريا كيتينا طرد ده اللي هو الايه المين كوزس بتاعتها اللي هو عباره عن ايه، عباره عن يورو بورفيرين دي كاربوكسيليز انزيم. وفي رسمه دلوقتي هنوضحها لكم اللي هي بتوضح المكان بتاع الديفرنت ستيبس بتاعت الهيمسينسز مع مكان اللي هو الديفيشنسي او مكان الانهيرت ديزيز لكل نوع من البورفيريا على رسمه مبسطه دلوقتي. طيب ايه الكلينيكال ابييرنس بقى؟ كل هنا بقى هتلاقي شامله على كل الكلينيكال ابييرنس از انفلونسد باي فيريس فاكتور. هنا الهيباتيك ارم اوفرلود، اكسبوجر للسان لايت، اند بريزنس اوف هيباتايتس بي او سي او اللي هو الانفكشس هيباتايتس. يبقى دي اللي هي الاعراض اللي بتظهر لو كان البيشنت بيعاني من الحاجات دي كلها، فبيحصل عمليه اللي هو الايه اللي هي الايه اللي هي الكرونيك او اللي هي البورفيريا اكيوتينا. شوفوا دي شكل الـ شكل الـ شكل البيشنت اللي هو اللي هو اللي هو عند الاكيد انترميتنت بورفيريا. شوف الشكل بتاع، هتلاقي هنا البيرنس اهي، ادي البيرنس، وادي اللي هو الفوتوسيس بتاعت السكينز، وفي هنا سويلنج موجود على السكين بعد اول ما بتعرض للاوردر او الفيزابل لايت بتظهر. يعني دي صوره بتوضح الاعراض بتاعت اللي هي الايه الفوتوسنسيتيفيتي اللي هي بتحصل في حاله اللي هي البورفيريا. يبقى ليه سببها اللي بيعمل الاكيوميليشن بتاعت الايه البورفيريا دريفت ده، فبتؤدي الى كيوتينس سيمتومز. واليورين بتاع هذا البيشنت بيكون ريد تو براون كلر خلاص، لما برضك يتعرض للناتشر لايت خلاص، والبينك تو ريد في حاله الفلوسد لايت. يعني احنا جبنا البول بتاع الباشن ده وحطيناه في الاوردينر لايت ده، هتلاقي لون البول بتاعه ايه، تلاقي ايه احمر احمر لبني. اما لو اتعرض لفلوسد لايت هتلاقينا ايه بينك تو ريد كلر. اوكي دي بالنسبه لي صوره بتوضح اللي هو الايه الاعراض بتاعت الاول سكين ايربشن الموجود في حاله اللي هي البورفيريا البورفيريا. طيب النوع الثاني الاكيوت هيباتيك بورفيريا. الاكيوت هيباتيك بورفيريا او بنسميها الاكيوت انترميتنت اكوت هيباتيك او اكوت انترميتنت، او بنسميها الهيرديتري كوبرو بورفيريا او الفيرجيت بورفيريا اللي هي في الكلاس الدراسيه الفوق ده، دي كلها ترجع للاكوت هيباتيك. احنا قلنا في هيباتيك وفي ريسبيرتوري. يبقى الاكاد في الاكوت هيبات او اكوت انترميتنت او الهيرديتري او الكوبرو بورفيريا او الفيرجيت بورفيريا. ايه الاعراض بتاعت الاكوت هيباتيك بورفيريا دي؟ برضه الجاسترو انتستاينال ايه سيمتومز، احنا قلناها في الايه في الجنرال سيمتومز في الاول، والنيوروساكاتريكس سيمتومز وكاردو فاسكر سيمتومز. يبقى في الاكيوت هيباتيك بورفيريا تتميز بثلاثه اتاك، اكيوت اتاك من الجاسترو انتستينال والنيورولوجيكال والسايكاتريك سيمتومز اند كاردو فاسكر سيمتومز. وبالتالي في ابدومينال بين وفي نيوروسايكاتريك ديستربنس اللي سببها ايه؟ دي تو اكيوميليشن اوف امين وليفرونيك اسيد اند بورفوبالونيزم زي ما قلنا في حاله اول محاضره، ودي اللي هي الايه از اكيوت انترميتنت بورفيريا. يعني بقينا ايه كلام مقرر. طيب السيمتومز دي بتاعت الاكيوت هيباتيك بورفيريا دي بقى يعني دي از برسبتيتد باي ادمنستريشن اوف دراجز خلاص، يعني تظهر لما ادي البيشنت ده حاجات زي البربيتيونيت او الايثانول. دي بتؤدي الى ايه؟ الى دي دي, دي طبعا زي ما قلنا في المحاضره بتاعت الكنترول بتاعت الدلتا امينوفينيك اسيد سنسيتيز ده عن طريق الهيمو كونتينيوس سيستم ده. فلما بدي الادويه دي كلها بتعمل انهانس للسنسز بتاع الهيمو كونتيننج انزيم اللي هو سيتوكروم بي 150 مايكروزومال انزيم ده اللي هو السيستم ده، وبالتالي بتؤدي الى فيرزر ديكريس في الاماونت بتاعت الافيل بتاعت الهيم دي بقل خالص جدا جدا، وبالتالي انتين بروموت اللي هو الانكريس سنسيتيف امينوفينيك اسيد انزيم خلاص. يبقى دي بردك من ضمن اللي هي الايه الباسف السولجي بتاع الاعراض بتاعت اللي هو الاكوت هيباتيك. نيجي نتكلم بعد كده على الايه على الاريستروبايوتيك بورفيريا. الاريستروبايوتيك بورفيريا دي اللي هو الايه الخاصه بالاريستروسايت، يعني انزيم ديفيشنسي اللي موجود فين؟ موجود في الريد بلاد سيل او في البون مارو. منها ايه؟ هي السنين بتاعتها في الكونجنتال اريستروبايوتيك او بنسميها اللي هو الايه اريستروبايوتيك بروتوبورفيريا. يبقى كونجنتال اريستروبايوتيك بورفيريا اند اريستروبايوتيك بروتوبورفيريا، ودي سبيسيفيك طبعا ليه اللي هو الايه للريد بلاد سيلز. ليها سيمتومز اساسيه خاصه بيها، السيمتومز الجوه اللي حطيناها في الاول اللي هي السكين راش والبلستر اللي احنا قلنا عليها، بيبقى السكين بيبقى بيرنس وسويلنج وبيظهر ايه عليه الفقافير اللي هي بتاعت اللي هي الايه الحروق دي، وده ابيض اونلي ان ايرلي شايف الاطفال الصغيرين. هذا الديزيز بقى له كومبليكيشن في حاله الاريستروبايوتيك كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن بتاعت الاريستروبايوتيك بورفيريا ده؟ الكومبليكيشن بتاعها ده بدا بايه؟ كومبليكيتد باي كوليستاتيك ليفر ديزيز، هتلاقي فيه بقى حصوات والتهابات في الايه؟ في الجدار بتاعت اللي هي الايه؟ الجول بلادر ده، وبالتالي بيؤدي الى بروجريسيف هيباتيك فيليا. الى بروجريسيف هيباتيك فيليا، يبقى ديزيز هذه الاريستروبايوتيك بورفيريا از كومبليكيتد باي كوليستاتيك ليفر ديزيز او ليفر سيروزز، في تليف في الكبد، ده لان هنا ايه؟ بيحصل فيه مشاكل في الجول بلادر هنا. خلاص وبالتالي بيؤدي الى بروجريسيف هيباتيك فيلير الى بروجريسيف هيباتيك فيلير. دي في حاله اللي هو الايه اللي هو الاريستروبايوتيك بورفيريا او بنسميها الكونجنتال اريستروبايوتيك بورفيريا او الاريستروبايوتيك بروتو بورفيريا كلها لبعضها. هذا الجدول بوضح حاجتين، بوضح التايب بتاع البورفيريا
بوضح الانزايم ديفكت وبوضح الكاركترستيك سيمتومز اللي احنا لسه قايلينها دي. خلاص. طب الجزء الفوقاني دي عباره عن ايه؟ عباره عن الهيباتيك بورفيريا اللي هي الايه الكلاسز الرئيسيه. طب الجزء الثاني عباره عن ايه؟ الاريثروبويوتيك بورفيريا. هنا في الهيباتيك يبقى في منها الاكويت انترميتنت، في البورفيريا كويتينا طارده، وفي اللي هو الفرجيت بورفيريا. خلاص. والهيرديتو كوبرا بورفيريا هي تبع الاكوت انترميتال. فدي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن الديفرنت تايب بتاعه الهيباتيك بورفيريا. اما في الاريثروبويتيك بورفيريا اللي هي زي ما قلت اللي هو الاكوت انترميتال اللي هي الايه كونجنتال اريثروبويتيك بورفيريا ده. خلاص. والبروتو بورفيريا دي كلها اللي هي انواع ايه؟ انواع الاريثروبويتيك بورفيريا. طب ايه هو بقى اللي هو الايه السبيسيفيك انزايم ديفيشنسي في حاله الايه الهيباتيك بورفيريا الديفرنت تايب دول؟ الاكوت انترميتال تكتشف اليورو بورفيرينج وان سنسيتيز، وده خدناها ترجع بقى للمحاضره بتاعت السينسيس. البورفيريا كوتينا طارده اليورو بورفيرينج دي كاربوكسيليز، الهيرديتري اللي هو الكوبر بورفيرينج اوكسيديز، الفرجيت اللي هو البوتو بورفيرينج اوكسيديز. يبقى دي الانزيم ديفيشنس دول اثناء السيبس بتاعت الهيم سينسيس. خلاص. يبقى دي الانزيم ديفيكت. هنا كل الجنرال سيمتوم بتاعت البورفيريا اللي هي عامه مع بعضيها الابدومنال بين والنيوساكارتيك والفوتوسنسيتيفتي كلهم متشابهين مع بعض، كلهم متشابهين مع بعض. تيجي هنا في الاستوباتيك اللي هو الكونجنتال استوباتيك بورفيريا اللي هي الانزيم ديفيكت بتاعها اللي هو النيورو بريفرنج 3 كونسنسيتيز اللي هو كنا بنستعمله امتى ده؟ كنا بنستعمله بنحول اللي هو الايه اللي هو البورفوبالوجين الى النيورو بريفرنج، مش كده؟ وليه الانزيم كان اسمه ايه؟ نيورو بريفرنج اللي هو الايه الوان سنسيتيز واللي هو 3 كونسنسيتيز. خلاص. عشان نحوله اللي هو الايه البورفوبالوجين الى النيورو بريفرنج ده. واضحه كده الخط رقم 3 في الهيم سينسز الاعراض بتاعته ايه؟ فول سنسيفتي وانكريزي موليسيز. وبرضك البروتو بورفيريا في اللي هو الايه نتيجه الفيروكوتريز ديفيشنسي. طب الفيروكوتريز انزيم كان بيحول ايه؟ كان بيحول البروتو بورفير 9 الى ايه؟ الى الهيم. لما كان بخش عليه الاير بالكيتوليز انزيم عشان يعمل اللي هو الايه اللي هو كبروستاتيك جروب عشان يكون اللي هو الهيم من البروتو بورفير نمبر 9، وده اخر خطوه في الهيم سينسز. خلاص. اللي خطوه رقم 4 اعراضها ايه بتبقى فيه هنا الفوتوسنسيف. يبقى الجدول ده بوضح لك مختصر لكل الانزيم ديفيكت الكاركترستيك سيمتومز اند ايه طيب بتاع الايه البورفير. هنا الرسمه دي بتوضح ايه؟ بتوضح اللي هو الايه الديفرنت تايب بتاعه البورفيريا اللي هي موجوده دي مع الانزيم ديفيشنس بتاعها مع الايه مع الخطوات بتاعه الهيم سينسيس بقى. يعني هي رسمه ايه بتوضح بقى ايه كله مع بعضيه اللي هي يعني تعبيرا عن الجدول اللي عدى يعني اكوت انترمتن اللي هو البورفوبالينج دي اميز مكانه فين؟ اللي هو في تحويل البورفوبالينج اللي هدولك المثال كذا هنا كذا. يبقى هنا ده بوضح الترجمه. عشان كده المحاضره بتاعت السينسز بتاعت اللي هي مهمه جدا عشان لما تسمع اللي هو الانزيم هنا الديفيشنس والخطوه بتاعته فين تبقى انت عارف اللي هو الايه تبقى انت عارف الايه الانزيم ديفكت اثناء الخطوات بتاعت السينس. عشان كده كان مهم جدا نشرح السينسز قبل ما نشرح الانهيرت ديزيز. هنا بقى الرسمه دي بتوضح حاجتين، بتوضح نفس الكلام. دي ايه؟ دي الميتوكوندريا. ادي اللي فوق دي كلها الميتوكوندريا، ودي الخطوات بتاعت الهيم سينسز. الخطوه اهي اول خطوه اللي هي الانيشال ستيبس اللي احنا قلنا عليه بتاعت السكسنالكو ايه مع الجلاسين في وتكوين الدلتا امينو جلوك اسيد ده. خلاص. الخطوه الاولى واللاست ستيبس اللي احنا قلنا عليهم دول كلهم بيتموا فين؟ في الميتوكوندريا. وبقيه الخطوات بتاعت الهيم سينسز بتتم فين؟ بتتم في السيتوبلازم. هنا بقى بوضح الايه؟ بوضح اللي هو الايه؟ دي الليد اللي هو كان بيعمل انهبيشن ايه؟ تحويل البروتوبورفر اللاين الى الهيم ده، دي بيحصل له انهبيشن بالليد. وده اللي هو الايه؟ وبرضك اللي هي الخطوه الاولانيه ده لما كان بيحصل له انهبيشن بالليد اللي هو الجلسين مع الهيمن. هنا بقى بتوضح اللي هو الديفرنت تايب بتاعه اللي هو البورفيريا سواء كان الليفر، ودي علامه الليفر دي، العلامات دي بتاعه الليفر ده، دي كل الليفر. اما اللي هي البون دي اللي فيها البون مارو الاحمر ده، دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هو الايه؟ النوع الاريثروبايتيك بورفيريا. كل واحده من دول سواء كان اريثروبايتيك اللي هي دي ودي، هتلاقي هنا ايه مكان الانزيم ديفيشنسي بتاعها هنا، مكان الانزيم ديفيشنسي. يعني هنا تلاقي مكان الانزيم في تحويل ده الى ده، هنا في تحويل مثلا اللي هو البروتوبورفين 9 الى الهيم، يبقى اللي هو اللي هو الفيروكوتريز. اما بقيه الانواع الاخرى دي، دي عباره عن اللي هو الهيباتيك بورفيريا برضك بمكان السيتي بتاع الانزيم ايه ديفيشنسي في كل ستيبس. فانت عشان كده ترجع لازم تذاكر المحاضره بتاعت اللي هو البورفيرين الهيم سينسز دي، مهمه جدا عشان تبقى تقدر تعرف اللي هو الايه كل انزيم ديفيكت زي ما حصل في جدول السابق. فدي بس اخرانيه. طيب نيجي نشوف التريتمنت بقى، بعالجوا الحاله دي ازاي؟ بعالجوا اللي هو البورفيريا دي ازاي؟ رقم واحد السيفيرتي بتاعت السيمس بتاعت البورفيريا دي كان بي دايمنشن، يعني ممكن اقللها عن طريق بقى الانترافينوس انجكشن اوف هيمن. فاكرين الهيمن؟ الهيمن ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيجي من الاكيوميشن بتاعت الهيم.
خلاص، ويتاكسد الفيروس ايون ده الى الفيريك ايون، صح كده، اللي هي في الايه، اللي هو لما يكون عندي كميه كبيره من الهيم كتير في الجسم انا مش محتاج اعمل خطوه اولانيه، اللي هي الخطوه بتاعت اللي هو الايه الريت ليميتنج كنترول بتاعت الهيم سينس، اول خطوه بتاعت استخسانكم ايه مع اللي هو الايه الجلايسين. فالهيم ده دي بيعمل ايه بقى، بيحقنه عشان يوقف الخطوه رقم واحد في الهيم سينس عشان ما يحصلش اكيميليشن، وبالتالي بيؤدي ديكريز الايه بقى، ديكريز السينس بتاع اللي هو الامينو نيوكليك اسيد سينسيتيز انزايم اللي هو في اول ستيبس في الهيم سينس. رقم 2 افويد الستان لايت، لان الستان لايت لما بتعرض له طبعا بيحصل هنا، وهنا عندي اصلا في انزايم ديفيشنسي فبيحصل حته الفوتو سنسيتيفتي، يبقى بيحصل سكين هيتشنج والبيرنس اند كوميونيكيشن بتاعت السكين دي، فبمنع اللي هو هذا البيشنت من الستان لايت. رقم 3 بدي انجشن للبيتا كاروتين. البيتا كاروتين دي عباره عن ايه؟ عباره عن فيتامين بريكيرسر بتاع الفات سولبل بايت فيتامين ايه. ليه؟ لان الفري راديكال اللي بتطلع من الاكيوميليشن بتاعت اللي هي الايه الانترميديت برودكت دي بيحصل لها اكسده وتدي ايه سوبر اوكسايد راديكال وفري راديكال ريليز اللي هي بتعمل دمج للممبرين بتاع الخلايا ده، فبالتالي بدي هنا حاجات ايه ايه انتي اوكسيدنت عشان تعمل ترابنج. ترابنج يعني ايه؟ تمسك في الفري راديكال او السوبر اوكسايد راديكال ده وتقلل الهارم افكت بتاعه على الايه على الخلايا اللي هي حته الانجيشن بتاعتنا. احيانا بقى في في من ضمن اللاين بتاع التريتمنت لو ضيفوها بقى رقم 4 اللي هو بدي ايه بقى، بدي حمايه اللي هو الايه اللي هو الاير زي الاير كليتور والحاجات دي كلها ممكن يديها يعني تكون بحيث يقلل الاكوميشن بتاعت اللي هي الايه الباسو جينيس بتاعتي. لكن هنا مجازا دول خطوات اساسيه ثلاثه لاين اوف تريتمنت اللي هي الايه للبورفيريا. يعني دي يبقى دي اول انهيرتد ديزيز ريليتد لي اللي هو الايه للهيم سينسز اللي هو الايه اللي هو الايه البورفيريا. ارجو انكم استفدتوا من المحاضره، لان بعد كده هنتكلم على اللي هو الايه الجزء الثاني اللي هو علاقه بالهيم سينسز ده ولكن بالجلوبال تشين ده اللي هو ديزيز ثاني خالص انهيرد اسمه الثلاسيميا، هنتكلم عليه في المحاضره اللي هي الايه اللي جايه بعد كده. شكرا جزيلا لكم، واي استفسار ان شاء الله هيبقى بالتواصل باذن الله، والتوفيق.